الساعة كتشي العشرة وخمسة وخمسين دقيقة على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم انتو في الاستماع البرنامج اللي مولاتي غادي يمشيو مباشرة نواصلو فقرتنا المتنوعة اللي كلها إفادة غادي يمشيو لشيوات اللي مولاتي واليوم غتشارك معنا سعدية من تازاو اللي أكيد موجودة لنا اقتراحات مميزة جدا. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا سعدية لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. تحية ليك وتحية لكل أوفياء أنا بتازا والنواحي كنوجه لهم تحية كبيرة ومرحبا بك لالا سعدية. بارك الله فيك. تحية ليك انت وتحية للطاقم التقني كله ديال ميد غاديو. الله يبارك فيك مرحبا. بارك الله فيك ويجازيك بخير. نتمنى تكون خفيفة على إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. مرحبا. بارك الله فيك. نبداو دابا يمكن شي إيه الوصفة نتاع سقاص بخيزو. سقاص زوينة وخفيفة واقتصادية في نفس الوقت. واخا حنا نتبعو معاك فقاص بخيزو. بخيزو كديري زلافة ديال الخيزو محكوك. زلافة ديال الخيزو محكوك بحكاكة رقيقة. إيه نحكو في الحكاكة الرقيقة. نعم. وزلافة ديال الزيت. زلافة ديال الزيت. وزلافة ديال السنيدة. زلافة السنيدة. زلافه ديال الزنجلان محمر صحيح. واخا زلافه ديال الزنجلان محمر صاين. اييه نعم. غير هو التحمر ديالو نعطي واحد النصيحه بالمناسبه، التحمر ديالو من الاحسن ملي تجي تحمريه في الزكيه. يعني نرشيو بشويه الماء. ديري عليه شي شويه ديال الملح وكتحمريه في الكوكوط لان هي ثقيله. اييه فعلا الاسفل ديالها كيكون ثقيل. اها واخا ما كيتحرقش ليه. وكيبقى كيتنسخ كيجي زوين كتلقاي تعطى كيجي هذا ديالو زوين. وجوج خمارات. جوج خمارات ديال الحلوه. والفرن حتى كتجمع الخليط. صافي كنديرو الزيتون والبيض راه ما كاينش باش ما السامعات ما يقولوش راني نسيت البيض. واخا كتعمليه على شكل قضبان. وكدهنيهم غير بالحليب والكاكاو من الاحسن، البيض هو اللي كيطبق الفقاس. يعني كنتي كدهنيهم غير بالشوكولا؟ جوج معالق ديال جوج معالق ديال الحليب مع معلقه الكاكاو. واخا جوج معالق ديال الحليب مع معلقه ديال الكاكاو. كتخلطيها مزيان. هذاك الكاكاو المر ياك المسوس؟ الكاكاو المر. كتخلطيهم مزيان وكدهني بهم الفقاس، البيض هو اللي كيطبق الفقاس. واخا كديريه يطيب، من بعد كيطيب كيخرجي كتكون عندك منديل فازك بترشيه بماء زهر كتشديهم مزيان تخليهم حتى يبرد شي ربعة ساعات، زوليهم وقطعيه ورديه يتحمر كيجي غزال هائل. الله يعطيك الصحة بارك الله عليك. هذا بالنسبة لأول اقتراح من عندك السعدية فقاس بخيزو. أيه نواصلوا باقي الاقتراحات. مازال عندي واحد البنية كيجي ممتاز. أيه. كيشربش الزيت وزوين. واخا عندي زلافه ديال السميده رقيقه. زلافه السميده رقيقه. كاس ديال الزيت. كاس ديال العنبه ياك؟ نعم. وخماره حمراء. خماره وحده ديال الحلوه. وفاني. واحد فاني. ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. وكاس ديال السكر. كاس السنيده. وفوس الجمع. اييه والدقيق. اللي غادي كفانا ياك؟ واخا السميده كتعمليها ترطب في الماء. هذيك الماء هذيك الماء كديري حتى كتعوم ديك السميده حتى كيجي من فوق الماء. وكتخليها تقريبا جوج ساعات بالضبط. ساعتين وهي مرطبه. كديريها ترطب وتخليها عليها عايم ديك الماء كتبعد جوج ساعات كتجبري يشرب ديك الماء ديال السميده. صافي نصفيهم. صافي كتكون شربات هذاك الماء يعني ما كيبقاش فيها الماء ولا غادي نهزوها من الماء؟ لا والو كيبقى ديك الماء صافي ما بقاش فيه. ايه واخا. لان السميده كتبغي الماء. كتزيدي عليها ديك الساعه الباقيه ديال الزيت والخميره وفاني والخميره المعجونه السكر والفوص. ايه الفوص هي وشنو هجات. كتخلطيه مزيان وكتخليه مرتاح واحد 15 دقيقه. ايه من بعد كتلقي لاباط ديالك مدلاك وكتقطعيها غليظه شويه ماشي رقيقه. وكتقطعيها وتديري تقطع شي دائره ديال البني معروف. وكتقليه في الزيت. وكتمرغي الوجه ديالو سنيده مخلطه مع القرفه. الوجه ديالو سنيده مع القرفه. ملي بعد كيتقلى كيجي ممتاز. الله يعطيك الصحه. ما كيجيش فيه ريحه الزيت. اييه
اكيد المستمعات كلهم غادي يجربوا هذا الاقتراح لانه ممتاز، يعني البنات كيبغوا الوليدات يعني حتى الكبار، وبهذه الطريقه مميزه بسميده رقيقه هكا شاربه الماء بزاف. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. غادي في الله يدي فينا شي اقتراح. مازال عندي واما واحد الاقتراح ديال مشجوبه ام ياسين. أيه؟ اقترحت عليا تقولي تعليم اقتصادي ومميز. كنوجه لها تحيه. تحياتنا المحجوبه ام ياسين، توحشناها واكيد على انه غتشارك معنا ان شاء الله عما قريب. تحياتنا لها. وعندها وصفات هائله. تبارك الله على الله يعطيها الصحه. هي وحفيظه لوشي زعما الوصفات ديالها مهمه. الحمد لله كاين المستمعات الله يعطيهم الخير يعني كلهم تبارك الله ما تيبخلوش علينا الصراحه. واخا واحد الوصفه ما كطيبش وساهله اقتصاديه، 500 غرام ديال الكاوكاو محمر مقشر مطحون. والشقلاط الابيض كتذوبيه في البان ماري. اييه صافي. كتجبتي داك كاوكاو اللي مطحون ومحمر كتضيفي عليه الشقلاط الابيض. كتجمعيه حتى كتعطينا انقاط. واخا. وكتكوريه في الزنجلان الابيض. كتمغيه تكوريه في الزنجلان الابيض. اييه. ومن بعد كتعمليه في ليمو ديال السيليكون. اللي في داك الحفيره في الوسط داك الصغيورين راه معروفين السيدات كلهم كيعرفوهم. وكتعمليهم تخليهم حتى كيبرد حتى كيشد ديك الشوكولاط كيشد ما كيبقاش كيولي مجموع. كتزوليهم داك الليمون كتعمر في داك الحفيره الشوكولاط البيض عاوتاني. اييه واخا. وصفه اقتصاديه وسهله. وسهله. بغيتي نعطيك واحد الكراتان زوين للدراري. واخا تفضلي. اقتصادي. عندك ثلاثة ديال المطيشات مليحة والبزار حميرة ورقة موسى ومعلقة كبيرة الزيت. إيه. وكيلو ديال البطاطا مسلوقة ومطحونة بالطحانة ديال اليد. وجوج بيضات و 500 غرام ديال الكفة مقومة مع شوية ديال المعدنوس بالعطرية والمليحة والإبزار وبصيلة مشلضة الكامون وبيضة ديال الكفة. كتكوريها كويرة صغار وتمشي طيها زويدة. ندوزو دابا الطريقة. كناخدو ديك مطيشة كنحكوها كنحيدو منها بعدا الما ديالها أولا وكنحكوها كنزيدو عليها الملحة والإبزار والتحميرة ورقة موزيك ما كنزربوها. اييه لا لا مزيان. ومعلقة كبيرة ديال الزيت وكنخليو هادشي كيطيب مع معلقة صغيرة سميدة. من بعد كيطيب كنكبوه في المول ديال اللي كيدخل الفرن من الحسن ديال الزاج. كتكبي فيه ديك لاصوص ديال المطيشة اللي طيبنا. اييه. وكناخدو ديك البطاطا اللي درت لها تاع الملح والإبزار وجوج بيضات وكنكبروها بحال غريبة. أييه. وكنجيبوها كنحفروها كنديرو لها حفيرة في وسط الصبع ديالنا. وكنجي وكنحطوها في ديك فوق ديك الباطيشة لاصوص اللي في المول. أييه. وكنحطو في وسط ديك الحفيرة ديالها كنحطو حفرة ديال كويرة ديال الكفة. واخا. مفهومه. اي مفهومه مفهوم. اي يعني تفضلي. ومن بعد كتغبري عليها الفرماج مشكوك وكديري خطوط ديال الفلفل الاحمر غبره من الفوق هكا ديك التحميره نديرو نزينو بها. كديري خطيطات هكا الفلفل الاحمر وكديريها في الفران شي 8 دقائق لان كلشي طايب. اييه باش غير يعني غير يجمع شويه يعني هذا غراتان ساهل وخفيف وبالنسبه للعشاء. الله يعطيك الصحه السعديه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. مازال للاسف ما بقاش لنا الوقت. نشكرك بزاف على هذه الاقتراحات وكان المفروض هذا الاسبوع كان قلتي لنا غتجي عندنا للاذاعه ولكن للاسف لا غادي نجي. ياك ان شاء الله غادي نجي هذا الاسبوع ان شاء الله يوم الخميس. انا قلت مع العطله ديال الوليدات ما كاين حتى مشكل. مرحبا بك في اي وقت. تبارك الله عليك على السعديه وشكرا لك بزاف على تواصلك معنا. مشكوره جدا السعديه ممتازه على كل هذه الاقتراحات اللي قدمت.